ولي العهد يدشن أكبر محطة لتحلية المياه في الدار البيضاء، محطة ضخمة لتحلية مياه البحر جرى تدشينها في منطقة البئر الجديد قرب الدار البيضاء، تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا بقدرة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة. وقام ولي العهد الأمير مولاي الحسن بإعطاء انطلاقة إشغال بناء المحطة الاثنين. المشروع الضخم سيلبي حاجيات 7.5 مليون نسمة من سكان الدار البيضاء والجديدة وسطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة من المياه. ويأتي هذا المشروع لمواجهة ندرة الأمطار والضغط المتزايد على الموارد المائية التقليدية، ويمثل هذا المشروع جزءا من محور تطوير العرض المائي ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 الذي أطلقه الملك عام 2020، ويهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة بتكلفة إجمالية تقدر ب 143 مليار درهم. المحطة ستقام على مساحة 50 هكتار، وستبلغ تكلفة بنائها 6.5 مليار درهم.